طبعا دول فتره السعوديه دي اديتك خبرات كبيره جدا طبعا جدا. كنت انت فيها المدير الفني بتمسك فرق في القسم الثاني او الثالث صح كده؟ لا مسكت في اول حاجه في طبعا هو بدايه ان انا اروح السعوديه طبعا كابتن عبد الله درويش اللي بوجه له تحيه كبيره جدا من خلال قناه الاهلي. كابتن عبد الله وانا بلعب في اخر الثلاث سنين لعبت في اتحاد البحر الاحمر كان كامل ابو علي عمل فريق اتحاد البحر الاحمر، كابتن عبد الله درويش من بورسعيد هو مدرب مميز جدا، كان هو المدير الفني كان على طول يقول لي انت هتبقى مدرب كويس. شايف فيك الموهبه دي. في اخر سنتين معايا كان يجيبني بالليل يوم الماتشات رغم وجود اسامي كبيره جم لعبوا معانا في ساعتها في الفرقه يعني. وكان يتكلم معايا في التشكيل والطريقه وكان على طول قال لي انت مخك كويس في الكوره وتبقى مدرب كويس، فهو كابتن عبد الله اللي جابني السعوديه. وقال لي عايزك معايا، بس حصل موقف ان انا بعد ما رحت بشهرين ثلاثه والدوري بدا كابتن عبد الله استقال. ولقيت نفسي في وش بقى يعني تحملت المسؤوليه من بدري. اول شهرين ليا في السعوديه ما كنتش كملت شهرين ثلاثه، ودي طبعا زادتني بقى خبرات ان الفريق ده كان بيلعب في دوري الدرجه الاولى ودوري قوي جدا 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 هناك، الدوريات منتظمه وملاعب والدنيا كويسه جدا جدا هناك في النظام والسيستم كل حاجة. فجميع الدوريات بقى سواء دوري ناشئين دوري شباب دوري الدرجة الأولى تانية كلها دوريات منتظمة، عارف إمتى البداية وإمتى النهاية من قبل ما الدوري ما يبدأ بشهرين ثلاثة. عايز أقف عند النقطة دي، أنت لحد دلوقتي وأنا كنت بكلم في المقدمة بتاعت البرنامج وأنا بتكلم عن نجاحات كرة اليد النهاردة، تخيل إن إحنا عندنا في مسابقات قطاعات الناشئين لحد دلوقتي الأندية والمدربين ما تعرفش إمتى المسابقة تبتدي، هل هتبتدي الشهر الجاي الشهر اللي بعديه شهر 11؟ لسه ولا رؤساء قطاعات الناشئين ولا اللاعبين ولا المدربين يعرفوا. فالنهارده ازاي انت تحط البرنامج بتاعك علشان تقدر تبتدي اول مباراه رسميه؟ فعلشان كده انا وقفت عند النقطه اللي انت بتقولها، انت كنت عارف اول مباراه امتى اخر مباراه امتى، ومش السنه دي بس، ده انت عارف سنتين ثلاثه قدام. طبعا انا بقول لك انا 10 سنين في السعوديه، ف انا بتكلم اول سنه ليا كانت تقريبا 2011. انت النظام ده من 2000 يعني مش حاجه جديده. انت من اول ما بدات اشتغل هناك وانا النظام ده مستمر. مش يعني مش حاجه بقت وليده الصدفه كده، لا الناس منظمه من زمان. انا طبعا كنت مستغرب في الاول، انا كنت فاكر ان انا مش هلاقي ملاعب وهلاقي الدنيا مش منظمه. لا انا من اول سنه وانا بشتغل هناك وانا شايف في نظام كبير جدا جدا جدا، ملاعب على اعلى مستوى. الصوره دي كانت فين يا كابتن سامر؟ هو ده دي السنة الأولى مع نادي الجيل. وده الأستاذ أحمد الغنيم رئيس نادي الجيل. وده كنا بنلعب النصر مباراة ودية مع فريق النصر السعودي الفريق الكبير يعني. ودي كانت يوم مباراة النصر يعني. خلال فترة التوقف كان الدوري واقف وبنلعب النصر مباراة ودية يعني.